تفقه في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان الحق والإيمان. فتفقه في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية في برنامجكم هداية السائل. برنامج هداية السائل طبعا هذا هو ولله الحمد هو الموسم الجديد لهذا البرنامج، وطبعا ما زلنا مستمرين في خدمتكم مشاهدينا الأحبة، وإن شاء الله دائما نكون ودائما تكون قناة الإمام الحسين قناتكم في خدمتكم. وكذلك كما تعودتم أيضا هو ضيفي الدائم سماحة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. السلام عليكم سيدنا وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدنا. الله يسلمكم إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الأحبة للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة طبعا، وكل ما يطرح على طاولة البرنامج من مسائل فقهية هي مطابقة لفتاوى الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي أدام الله ظله. طبعا سماحة السيد، الكثير من الناس اليوم منشغل بمواضيع وأمور مهمة، وهذه منها اليوم الساحة العراقية وباقي يعني الوقفات نقدر نعبر عنها الاعتصامات اللي حدثت لسه حتى في لبنان، ما زالت هناك اعتصامات في الدول المجاورة يعني الإقليمية. هناك نقدر نقول بعض الدول أو أحد الدول هم قامت بها التظاهرات والاعتصامات ضد الدولة وضد الحاكم. ربما سائل يسأل جنابكم يقول ما هي علاقة الفقه بما يجري الآن على ساحة الوطنية العراقية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نستفتح هذا الموسم الجديد من برنامج هداية السائل، وهو برنامج فقهي عودنا المشاهدين الكرام، عودناهم على أن نطل عليهم في الأسبوع 3 مرات للإجابة على أسئلتهم الدينية. نعم. وبما أن الساحة الوطنية الآن الشعبية خارجة على الحاكم مهما كان لمطالبها الحقة، لأنهم يطالبون بمطالب حقة وتعم جميع الناس، فالفقه ليس بعيدا عن هذا الحراك الشعبي العام، فلا بد من أن يكون هناك رأي فقهي في كل شيء في جوانب الحياة العامة جميعا. فإذا الفقه هو حلال لمشاكل الناس، الفقه يحل مشاكل الناس سواء كانت مشاكل شخصية أو كانت مشاكل عامة تعم جميع الناس، الفقه لا بد له أن يتدخل لحل هذه المشكلات. بما أنه لأن الفقه يرتب العلاقة ما بين الناس المتدينين المتدينين إذا في حياتهم العامة
لابد وأن عندهم مجموعة من القضايا لابد أن يكون هناك من يتدخل اللي هو الفقه، من يتدخل لرسم هذه العلاقة ما بين الناس وبين المولى عز وجل. المتدينين من عندهم وغير المتدينين كذلك ينبغي له أن يطلع على الفقه أو على الأمور الفقهية حتى في سبيل أنه يكون أمامه الحجة فيما لو طلب مثلا يعني من شخص أو من المولى عز وجل، حتى من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول للفرد ألم تكن تعلم مثلا بهذا الحكم الشرعي من هالقبيل. فلذلك الفقه هو عبارة عن ناقل أو واسطة بين الإنسان وبين المولى. فمجموع الأحكام الشرعية ينبغي أن تصل إلى الناس، عامة الناس سواء كان المتدينين أو غير المتدينين. أما في خصوص ما يكون أو ما يحدث الآن في الساحة الوطنية في وطننا بالذات يعني العراق، الله سبحانه وتعالى يحفظ الأرض العراق وشعب العراق والمقدسات الموجودة في العراق إن شاء الله من كل شر. ما يحدث الآن لابد من وجهة نظر فقهية، فلذلك هذا البرنامج البرنامج هداية السائل واللي هو عبر مواسم عديدة الآن أبرز ما يتصل بجانب الفقهي هو ما يحدث الآن في الساحة. لابد أن يكون هناك قضايا عديدة ينبغي أن يعني يظهر ويتوضح وجهة النظر الفقهية فيها. ومن أيضا من ناحية شخصية يعني أني وأنت وكل العاملين في هذه القناة، لا بل كل المهتم في من يهتم بالساحة عفوا من يهتم بالجانب الفقهي ونقله إلى الناس لابد أن يهتم بقضايا الناس، لابد أن يهتم بقضايا الشعب المسلمين منهم بالخصوص وعامة الشعب الآخرين أيضا بالعموم، لأنه من لم يهتم لقضايا المؤمنين لقضايا المسلمين فليس منهم. فهذه هي العلاقة ما بين الفقه وما بين ما يجري الآن في الساحة العراقية، وهذا أمر لابد أن لا نبتعد عنه، لابد أن يكون لنا رأي وللمرجعية رأي، وخصوصا ونحن نتحدث في خصوص الفقه طبقا لرسالة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي. أحسن لك. بارك الله بك سماحة السيد. نأخذ ويانا الاتصال الهاتفي ويانا الأخت نور من محافظة واسط، حياكم الله يا أخت نور. أهلا وسهلا، تفضلوا سؤالكم. حياكم الله. نعم نور تفضلوا بسؤالكم. نعم حياكم الله. هلو نور، جنابكم على الهواء مباشرة، تفضلوا باتصالكم. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا بكم. إذا أمكن سمعونا من الهاتف وتركوا التلفزيون. نعم تارك التلفزيون. نعم تفضلوا بسؤالكم. عندي أختي بلا زحمة يعني تقول أنا أريد جاهل ورجل بدون ما يعني بدون رضاه وشيء يخلي يصير عندي حمل له حرام علي. أي هو ما يقبل. مشكور سيد. أهلا وسهلا، شكرا لسؤالكم، حياكم الله. نعم سماحة السيد، نرجع إلى موضوع العلاقة، علاقة الفقه بين المكلف نفسه، وربما بعض المكلفين يقولون عمي هسه بعد ما نريد حتى الفقه يتدخل في شؤوننا، فما هو رد الحوزة العلمية أو المدارس العلمية على هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً من يقول هذا ليس تصرفاً عقلائياً، يعني مثلاً
الإنسان اللي يتمرض الآن ويروح إلى الطبيب. فماكو واحد يعني يتمرض ويقول أنا بعد ما أروح إلى أي طبيب. هذا العقلاء يقولون عنه هذا تصرف غير عقلائي. نعم. مو صحيح. كذلك اللي في غيرها من المهن غير الطب، مثلا الهندسة أو مثلا التعليم أو أي مهنة أخرى من المهن، إذا أعرض عنها الشخص العقلاء راح يذمونه، يقولوا له أنت هذا تصرفك تصرف غير عقلائي مو صحيح. نزيم. فلذلك لما الواحد يقول مثلا أنا ما أريد الفقه، الفقه مثله مثل والعاملين أيضا على الفقه مثلهم مثل الطبيب مثلهم مثل المهندس مثلهم مثل أي إنسان آخر. كل ما هنالك هم ينظمون حياتك الدينية، لأن كل إنسان بفطرته أولا بالفطرة هو إلى علاقة بالله سبحانه وتعالى بفطرته، ثم بعد ذلك هو إذا أراد ينكر هذه الفطرة يروح مثلا يتدين بدين آخر أو لا دين مثلا أو ينكر هذه الأشياء، هذه هو انسلخ وخرج عن الفطرة. لكن لا بد وأن يعود يوما ما إلى فطرته، ويحتاج إلى الفقه ويحتاج إلى المتفقهين ويحتاج إلى من ينقل إليه الفقه والمسائل الفقهية، فهو بالأساس هذا التصرف غير عقلائي يذمه العقلاء. وهو ناتج هذا التصرف يعني من بعض أنه شاف ردة فعل من بعض الناس اللي يدعون بالسيدية أو يدعون بالعمائم، أصحاب العمائم للأسف اللي تكون مزيفة، اللي قاعد تشتغل على تضعيف الخطوة تضعيف المنهجية الحوزوية، والنتيجة هذه أنه قاعد توصل للشارع وتوصل لسائر الناس أنه تضعيف بهذا المجال، أنه بعد الناس ما قامت تتقبل لا الأحكام الفقهية لا الأمور العقائدية لا الدروس المنبرية لا الحوزوية إلى آخره. خلنا نأخذ ويانا عندنا كذلك أحد الأخوات آيات من واسط. السلام عليكم يا آيات. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بكم. السؤال. نعم تفضل بسؤالكم. أكو في إيران بياتنا ومرات من نشوفها نضربها يعني حرام لو حلال. إن شاء الله. شكرا. شكرا لاتصالكم. طبعاً سماحة السيد مثل ما سمعت الأخت آيات والأخت نور عندهم أسئلة، ولكن قبل لا ندخل بهذه الأسئلة ونكمل محاورنا بخصوص علاقة الفقه والمكلف، اسمح لي أذهب فاصل ومن ثم نكون في خدمتكم. مشاهدينا الأحبة لا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين، ابقوا ويانا. لله شرع الحق والإيمان فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. يروى أن الإمام علي عليه السلام عندما هدم الأصنام الموجودة على الكعبة صعد على كتفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف كان ذلك إذا علمنا الارتفاع الشاهق للكعبة حيث من الصعب الوصول بهذه الطريقة؟ في البحار عن مسند أحمد بن حنبل الجزء الأول الصفحة 84 أن ذلك كان بطريق الإعجاز لقول علي عليه السلام في هذا الخبر بعدما صعد على كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه تخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء. وفي خبر آخر عن مناقب ابن المغازلي الصفحة 202 خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تحت علي وترك رجليه فسقط على الأرض فضحك،
فقال له: ما أضحكك يا علي؟ فقال: سقطت من أعلى الكعبة فما أصابني شيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يصيبك وإنما حملك محمد وأنزلك جبرائيل؟ عندما هجم الأعداء على بيت فاطمة الزهراء عليها السلام والإمام بداخله، لماذا لم يمنعهم الإمام من القيام بما قاموا به؟ في الروايات أن الله تعالى أرسل جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو في بيت أم سلمة، ومعه الوصية إلى وصي النبي علي عليه السلام، وفي الوصية أمور منها الصبر على المظلومية، وذلك من أجل الحفاظ على الدين، لأن أعداء الإسلام كانوا قد صمموا على إبادة الإسلام أو تشويهه وإرجاع الأمور شيئاً فشيئاً إلى الجاهلية. وحيث إن الله تعالى جعل الدنيا دار أسباب ودار اختبار وامتحان، أخبر بذلك رسوله وأمره أن يأخذ العهد من وصيه بالصبر على المظلومية وعدم المقاومة والترصد لتعديل الزيغ وتصحيح الفاسد شيئاً فشيئاً. ولولا هذا المنهج الرباني لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم السلام لما بقي اليوم من الإسلام أثر أبدا. وهنالك أسباب أخرى محلها الكتب المفصلة. لماذا شبهت مولاتنا فاطمة الزهراء بليلة القدر؟ لأن الاثنتين موصوفتان بالقدر العظيم وبالخفاء، ويفوز من التزم بإجلالهما وإحياء أمرهما. وفي بحار الأنوار من التأويل بسنده إلى الإمام الصادق أنه قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. الليلة فاطمة، والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. ما الحكمة من إخفاء قبر السيدة الزهراء؟ إن قبرها سلام الله عليها أخفي حسب وصياتها، ويبقى مخفياً إلى يوم القيامة. وإخفاؤه هو نوع من أنواع الاستنكار على ظالميها وظالمي بعلها، ودليل على عدم الاعتراف بهم وبخلافتهم، خصوصاً إذا ضممنا إلى ذلك عدم رضاها بصلاتهم عليها وحضور جنازتها. وبالنتيجة هو موجب لسلب شرعية خلافتهم، وقد صرح البخاري في صحيحه بأنها صلوات الله عليها ماتت وهي واجدة غضبا عليهم. هناك من يقول إن مولانا أبا طالب قد أسلم. السؤال: أليس والد أمير المؤمنين كوالدته عليهم السلام كانا مؤمنين موحدين منذ البداية؟ نعم، ولكن المراد من ذلك أنه عليه السلام قد دخل في دين رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء به، لا أصل الإيمان والتوحيد. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. حياكم الله مشاهدينا الكرام مجددا، واهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل، وكذلك نرحب بسماحة السيد ظافر الفياض مجددا. حياكم الله سيدنا واهلا وسهلا بكم. حياكم الله. سماحة السيد، طبعا عندنا نور من واسط وكذلك آيات من واسط، كل واحدة عندها سؤال. وسؤال نور من واسط بخصوص اختها تريد تسوي طفل، انه يكون عندها طفل، ولكن زوجها يمتنع عن هذا. تدري بعض الأحيان الرجل يقول يا بترى العيشة صعبة،
ظروف الحياة قاسية هسه، ما يعني ما من الممكن لأن ما عندي شغل ضعيف إلى آخره، فيحتاجون في التوجيه في الكلام بخصوص هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في مفروض السؤال اللي ذكرته الأخت نور، طبعا للرجل الحق في أن يعني في أن يمتنع عن التكثير أو تكاثر أو الإنجاب، له الحق في ذلك باعتباره هو المسؤول عن هذه المسألة. المرأة وعاء، يعني المرأة ليس لها أنت مثلا أن تفرض على الرجل في أن تنجب مثلا أو تحبل مثلا، خلينا نتكلم في بالعامية، ليس لها ذلك. الرجل هذه مسؤوليته، هذه هو ينظر في المسألة، يريد مثلا خلفة عيال ينجب مثلا. لذلك في الفقه يقول، يقال في مسائل عدة في خصوص العزل، للرجل له أن يعزل طبعا بإذن الزوجة. العزل هو أن لا يحدث وصول ماء الرجل إلى رحم المرأة، فللرجل له ذلك لكن مع إذن الزوجة. من هذا نستفاد أنه المسؤولية على مسؤولية الطفل والإنفاق على الزوجة ومسؤولية إطعام هذا الطفل وتربيته وغيرها تقع كلها على عاتق الرجل. هو ينظر في ذلك هل من المناسب أن يسوي خلفة، أن يكثر مثلا، أن ينجب أطفال، أو من غير المناسب. لكن الزوجة إذا أرادت ذلك ممكن أن تتوصل إلى إقناع الزوج بالإنجاب، ممكن تقنعه ويتوصلون إلى حل وسط مثلا أو حل ناجح لأجل الإنجاب والتكاثر وتكوين الأسرة. هذا يصل عبر التفاهم بين الزوج وبين الزوجة. أحسنت، بارك الله بك. كذلك عندنا سؤال آخر من آيات بخصوص قتل الفئران. بل بسم الله الرحمن الرحيم. الفأرة ومثيلاتها أيضا الموجودة في داخل البيت إذا كانت مضرة، إذا طبعا إذا كانت خارج البيت هذا بحث آخر، لكن إذا كانت داخل البيت ومضرة وممكن تنقل الأمراض إلى الأسرة، ممكن أن تتطرق إلى أغذيتهم مثلا المحفوظة، ممكن أنه يصير أكو أضرار كثيرة بالأسرة، مو فقط الأمراض على المؤن مثلا اللي يخزنوها مثل الرز والسكر وغيرها، لأنه الفئران تصل إلى هذه المواد. فإذا كانت مضرة يجوز حينئذ التخلص منها باصطيادها مثلا، بقتلها وغير ذلك من عمليات التخلص. أما إذا كانت غير مضرة وبعيدة عن الدار، خارج الدار، في هذه الحالة غير جائز. هذا بس بخصوص هذا الحيوان، يعني بس بخصوص الفار أو أي حيوان مؤذي مثلا، أو أي حيوان يعني الإنسان يشوفه أنه هذا راح يكون مؤذي بحياته. طبعا الفأرة وغير الفأرة من المؤذيات، يعني ما على سبيل المثال القطط مثلا، القطط أحسنته، أو الوزخ، أو ما يقال عنه بالعامية أبو بريس، نعم، وغير ذلك، الذباب مثلا، باقي الحشرات مثلا، أو ما يصطلح عليها بالعامية مردان، هذا بعض الزواحف اللي موجودة في داخل البيت. فإذا كان ضررها ضرر عقلائي معروف وممكن أن تتسبب حتى مستقبلا بالأضرار، الضرر مطلق الضرر سواء كان على الإنسان أو على مقتنيات الإنسان من أثاث، من مؤن، من أكل غيرها، شرب، هو البيت نفسه مثلا مطلقا. بلي البيت إذا صار ضرر على الإنسان وعلى حاجات الإنسان أو مقتنياته يجوز حينئذ قتل هذه الحشرات وقتل هذه
يعني مو فقط الحشرات بما يعرف عند الناس حشرات، حتى الأكبر من ذلك القطط مثلا أو الفئران أو الجريذي مثلا أو الكلاب أو مثلا أجلكم الله بلي. إذا كانت الكلاب حتى الكلاب إذا سببت أضرار للإنسان وضرر عقلاء معتد به يجوز حينئذ التخلص منها. أحسنت. كذلك نأخذ ويانا الأخت أم علي ويانا، هذا آخر اتصال من محافظة بابل. السلام عليكم يا أم علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم. أي والله ردحت يا سيد. اتفضلوا. أي والله سيد، أنا عندي مشكلة. نعم اتفضلوا. أي والله عندي واحد مريض. نعم. يعني علاجه مزمن وأني قاعدة بيتجار، تسمعني؟ نعم تفضلوا بسؤالكم. اي وعندي بعد اللي قلت المعين والمعين رب العالمين، هسه عندي كبير واقع واني هسه يعني قاعده اجار، اخذت الاوراق مالاتي ومشيت. يعني اقول له قبل بساعه عندي عمليه لعيوني، طلبوا علي مليونين، يا هالاسئله يا سيد او مكتب او هاي، ياخذون اوراقي ويردوهن. أنا ظليت هسه والله من يعني شفت الرقم قلت أجي أسأل السيد يعني شنو اللي طريقة اللي أسويها وتساعدوني فيها. عفوا أم علي، جنابكم تدرون برنامجنا شنو اختصاصه؟ برنامجنا هو للأحكام الفقهية. أما بخصوص مثل حالتك هذه لها باب آخر، يمكنكم إن شاء الله بالحلقات القادمة من الأسبوع المقبل، هناك برنامج بقناة الإمام الحسين عليه السلام هو اسمه الحسين رسالة، من الممكن تتصلون في برنامج الحسين رسالة تطرحون مشكلتكم وإن شاء الله تحل مشكلتكم. أنا ما أعرف يعني أنا أقول لك هالحد وأدز رسالة إن شاء الله، إحنا العاد نتابع الموضوع مالتكم. شكرا لاتصالك يا معالي، لأن أنا هسه وضعيتي كلش تعبانة. اللهم يشافي مرضاكم بحق محمد وآلي محمد، وشكرا لاتصالك وشكرا لكم إن شاء الله. ونعم سماحة السيد بقالنا شيء من الوقت تقريبا دقيقتين، ولكن تتكلم بخصوص لسؤال كان للأخت آيات وبخصوص القتل. هناك قتل متعمد للحيوانات وإن هذا الحيوان كان غير مؤذي، ماذا يترتب على القاتل؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القتل الحيوانات مطلقا غير جائز، إلا إذا كانت مؤذية، إلا إذا كان يتسبب وجودها بأضرار تعود هذه الأضرار على الإنسان، في هذه الحالة يجوز قتلها. أما في غير هذه الحالة لا يجوز قتل الحيوانات مطلقا، سواء كانت هي عندها استعداد للأذية أو غير أو ما لها استعداد للأذية. لذلك الفقه يؤكد في مسألة الصيد أنه في الاصطياد إذا كان لحاجتك حتى تأكل يجوز الاصطياد، أما إذا تصطاد لمجرد اللعب واللهو واللعب هذا غير جائز في الفقه. فلذلك أيضا ينسحب هذا على مسألة القتل مطلقا للحيوانات سواء كانت مؤذية أو غير مؤذية. إذا كان قتلها هكذا لمجرد القتل، مو لأنها أضرته، مو لأنها أضرت بالإنسان، لا مجرد هيك يريد يتلهى، يريد يشفى، يريد يلعب، يريد كذا، في هذه الحالة غير جائز هذا القتل. أحسنت سيدنا، شكرا لكم سيد ظفر فياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، وفقكم الله لكل خير، شكرا لكم. الله يسلمكم إن شاء الله. وكذلك مشاهدين الأحبة، شكر موصول لكم أيضا، وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه هي الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقة القادمة يوم الاثنين يوم الثلاثاء في الساعة 7. طبعا مشاهدين الأحبة، بس أحب أذكركم برنامج هداية السائل تغير الوقت مالته، صار البرنامج بالأسبوع هم كذلك إن شاء الله يكون 3 حلقات، السبت والثلاثاء والخميس 7:00. إن شاء الله دائما نكون في خدمتكم. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. We'll
فتفقهوا في شرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.